أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة لمراسلي إكسترا نيوز، نقف فيها عند أبرز التطورات والمستجدات العالمية. هنبدأ مع حضراتكم من الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتزامن اليوم مع مرور 6 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونتابع معكم أيضا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده ليست مستعدة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا. وفي خطابه بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تسعى إلى الانتصار واستعادة دونباس وشبه جزيرة القرم بكل طريقة ممكنة، وأضاف أن أوكرانيا تنشد الآن الانتصار على روسيا لإنهاء الحرب وليس السلام. وحذر زيلينسكي من تعرض بلاده لقصف واسع بالتزامن مع عيد الاستقلال، مطالبا الأوكرانيين بتوخي الحذر. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن العملية الخاصة في أوكرانيا تباطأت لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وأشار المسؤول الروسي إلى أن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا هو إنهاك روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة وتحذير الدول الأخرى. هذا وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك إن بلاده وصلت إلى مرحلة شن الهجوم من أجل استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. وأضاف أن الجيش الأوكراني يستخدم أسلحة أرسلتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أجل التركيز على تدمير مستودعات الأسلحة الروسية وأهداف أخرى لدفع روسيا إلى الانسحاب، مشيرا إلى أن الهدف من الحرب هو استعادة حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا بشكل كامل. وأوضح بودلياك أن روسيا تعد أفضل من حيث القوة النارية، مؤكدا أن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية سيزيد من سرعة استعادة أوكرانيا لأراضيها. نقلت وكالة تاس للأنباء عن عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لزابوريجيا أن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة ميخائيلوفكا في دونيسك بشرق أوكرانيا تم اغتياله في انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة تحت مقعد سيارته. وأضاف أن رئيس إدارة ميخائيلوفكا إيفان سوشكو أصيب بجروح خطيرة في الانفجار وتوفي في وقت لاحق بالمستشفى. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التهديد المستمر للمدنيين في أوكرانيا من الضربات الروسية، وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات تفيد بأن موسكو تكثف جهودها لشن ضربات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية والمنشآت الحكومية خلال الأيام المقبلة. هذا وأعلن مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية أن القوات أو الولايات المتحدة ستعلن اليوم عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا، وذلك في أكبر حزمة دعم أمني لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي. وهذه المساعدة التي يمكن أن تستخدم لتزويد كييف بأسلحة وتدريب قواتها بالإضافة إلى عمليات أخرى سيعلن عنها البيت الأبيض رسمياً اليوم الأربعاء. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ من تواخي أو تراخي الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، وذلك بعد مضي 6 أشهر على بدء الحرب الروسية على كييف.
وأضاف ستولتنبرغ أنه يبذل جهودا بالتعاون مع زعماء آخرين من الحلف من أجل ضمان استمرار الدعم، مشيرا إلى أن دول الحلف ستدفع ثمنا كبيرا في حال انتصار روسيا في المعركة الحالية. أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن أوسلو ولندن ستزودان أوكرانيا بشكل مشترك بطائرات بدون طيار، وأشارت الدفاع النرويجية إلى أن حزمة المساعدات تشمل طائرات من طراز بلاك هورنت وقطع غيار وغيرها من المعدات، موضحة أن كييف طلبت بتزويدها هذا النوع من المعدات. ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال إن هذه الطائرات بدون طيار المتطورة ستساعد في منح القوات الأوكرانية تقدما حيويا. أعلنت ألمانيا أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 500 مليون يورو، وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا أن هذه الأسلحة تتضمن 3 منظومات للدفاع الجوي ونحو 10 مدرعات لجر الدبابات و20 قاذفة صواريخ، بالإضافة إلى ذخيرة دقيقة وأجهزة مضادة للطائرات المسيرة. جدد قادة الغرب خلال مؤتمر منصة القرم إدانتهم للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محذرين موسكو من ضم أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانية بعد شبه جزيرة القرم. المزيد مشاهدين في التقرير التالي. منذ اندلاع الشرارة الأولى في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كانت شبه جزيرة القرم والبحر الأسود محوراً هاماً لتوفير إمدادات القوات والمعدات والقوى النارية لدعم التحرك الروسي في جنوب أوكرانيا. ومع مرور 6 أشهر من العملية الروسية، أطلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مؤتمراً دولياً بشأن القرم بمشاركة عدد من قادة الدول الغربية والأمين العام للحلف الأطلسي، متعهداً باستعادتها. الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أكدا خلال مشاركتهما في منصة القرم دعمهما لأوكرانيا، وشددا على أن ضم شبه جزيرة القرم لروسيا لن يتم الاعتراف به أبداً. ومن هذا المنطلق اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل روسيا باستخدام شبه الجزيرة في منع صادرات الحبوب، كما عدها نقطة انطلاق استراتيجية لاجتياح جميع أجزاء أوكرانيا من الجنوب ومهاجمة أوكرانيا بضربات صاروخية. بينما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السلطات الأوكرانية والشركاء لفتح الانتهاكات الروسية بحسب وصفها. أما الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ فقد استغل منصة القرم لإعادة التأكيد على استمرار دعم الحلف العسكري لأوكرانيا. في غضون ذلك أكد عدد من قادة الغرب الذين شاركوا في المنصة عزمهم على فرض عقوبات جديدة على روسيا واستمرار تقديم الدعم العسكري لكييف، حيث أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن كندا وألمانيا اتفقتا على تقديم أنظمة الدفاع الجوي وأجهزة مضادة للطائرات بدون طيار ومركبات إنقاذ مصفحة، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وتشمل 62 فرداً وشركة في قطاع الدفاع. من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجهز لإجراء المزيد من عمليات ضم لأجزاء أخرى من أوكرانيا، وقال إن شبه جزيرة القرم تحولت إلى معسكر مسلح من قبل روسيا منذ عام 2014، وتم استخدامها كإحدى منصات الإطلاق للعملية العسكرية التي حدثت في فبراير الماضي، في وقت تقف حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة كل البعد عن شن هجوم على القرم، إلا أنها تؤكد رغبتها في استعادة شبه الجزيرة بعد أن سيطرت عليها روسيا في 2014. ومشاهدينا، للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من موسكو زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز في روسيا. أهلا وسهلا بك معنا. تحياتي هشام،
يعني في البداية نتحدث عن تفاصيل عن ما تم إعلانه باغتيال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة مياخيلوفكا في دونيتسك بشرق أوكرانيا. نعم هشام، أفادت اليوم صباحا وكالة تاس الروسية عن اغتيال رئيس المحطة العسكرية والمدنية لمنطقة ميخولفسك في إقليم دونيتسك بعبوة ناسفة زرعت تحت مقعد سيارته. لغاية الآن الجهات الرسمية في دونيتسك اعتبرت على أن هذا الاستهداف هو عمل إرهابي، وأيضا أكدت على تعزيز الحواجز الأمنية لتفتيش المواطنين الداخلين إلى دونيتسك من جهة المناطق الأوكرانية. بالمقابل أيضا هشام، اعتبر بعض الخبراء على أن الجانب الأوكراني نقل المعركة الآن أبعد من الحدود التي كان الجميع يتوقعها، وهي حرب بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني، إنما الآن الجانب الأوكراني أراد استخدام حرب العبوات الناسفة كما شاهدنا في اغتيال الصحفية داريا دوغينا، واليوم في اغتيال أحد القادة في إقليم دونيتسك. البعض الخبراء يشير إلى أن المعركة الآن أصبحت خارج الحدود أو خارج الخطوط التي كانت مرسومة في العملية العسكرية. كيف سترد روسيا على هذه الاغتيالات أو ما هو طبيعة الرد الروسي لغاية الآن لا أحد يعلم. وزارة الدفاع الروسية متكتمة جدا على هذه المعلومات. فقط الدفاع الروسية اليوم في بيانها الرسمي صباحا ذكرت عن عدد المقاتلين الأوكران التي تم تصفيتهم جراء الضربات العالية الدقة، وأيضا عن المنشآت العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها، بالإضافة إلى التقدم الروسي على محور إقليم دونيتسك. أما وبخصوص العمليات التي جرت في اغتيال الصحفية داريا بالإضافة إلى رئيس المنطقة العسكرية، وزارة الدفاع الروسية لغاية الآن لم تذكر أي رد أو ما هو الرد الروسي الذي سيكون على هذه الاغتيالات، لكن الخبراء يرشحون إلى أن التصعيد قادم في العملية العسكرية. هل تعتقد حسين القوات الروسية؟ نعم. أحد النقاط، هل تعتقد أن هذه العملية اليوم بعد عملية داريا دوغينا ستسرع من عملية التصعيد؟ بالتأكيد بالتأكيد هشام، هذا ما يؤكده معظم الخبراء هنا في الداخل الروسي. الاغتيالات هذه التي يقدم عليها الجانب الأوكراني تجاه المؤيدين للعملية العسكرية، وليس حتى فقط تجاه القادة العسكريين، بل داريا هي كانت صحفية ومن أشد المؤيدين للعملية العسكرية، إضافة إلى أنها ابنة الفيلسوف الروسي أندري دوغين القريب من نظرية الكرملين ومن الاتحاد الأوراسي ومن إعادة الهيمنة أو إعادة الإمبراطورية الروسية إن صح التعبير. داريا تم اغتيالها، الأمن الروسي منذ أسابيع أعلن عن تفكيك خلايا إرهابية تتبع إلى الأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كانت تخطط لاغتيال الصحفيين الروس المؤيدين للعملية العسكرية. الآن كييف نقلت العملية العسكرية أو نقلت المعركة بين روسيا وبين القوات الأوكرانية من مرحلة التقدم واستهداف المنشآت العسكرية لمرحلة حرب الشوارع واستخدام العبوات الناسفة. أيضا عندما نتحدث عن التصعيد وخبراء يتحدثون عن أن التصعيد مستمر، ننظر أيضا إلى تصريحات وزير الدفاع الروسي الذي تحدث في تصريحات عن تقليل العمليات العسكرية في أوكرانيا تجنبا لمزيد من الضحايا المدنيين، كيف تقرأ ذلك؟ هشام، من جديد وزير الدفاع سيرجي شيغو هذا الأمر أكده منذ مدة، وفي كافة المناسبات شيغو يحرص على تأكيد أن تباطؤ العملية العسكرية في المدن الأوكرانية هو نتيجة العمل الروسي على تأمين سلامة المدنيين، وأيضا نتيجة استخدام القوات الأوكرانية للمدنيين كدروع بشرية. اليوم شيغو في اجتماع منظمة شنغهاي في العاصمة الأوزبكية طشكنت أكد شيغو على أن هذا التباطؤ
الذي يصيب العملية العسكرية يعود إلى حماية المدنيين وتأمين سلامة المدنيين، بالإضافة إلى أن مواصلة الغرب تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى القوات الأوكرانية بالتأكيد يصيب العملية العسكرية ببعض التباطؤ نظرا إلى حجم هذه المساعدات الغربية، لكن بالمقابل الجميع يؤكد على أن العملية العسكرية مستمرة، التصعيد قابل، لا مجال أمام القوات الروسية إلا من رفع سقف العملية العسكرية ردا على الهجوم الأوكراني الأخير الذي طال أراضي القرم، الأسطول البحري الروسي في سيفاستوبل، مقتل الصحفية داريا دوغينا، واليوم أيضا مقتل رئيس المنطقة العسكرية. لغاية لا يمكن للقوات الروسية إلا وأن تصعد في الرد العسكري أو في العمل العسكري على الأراضي الأوكرانية. هذا الأمر يؤكده معظم الخبراء والمحللين العسكريين والمراقبين للعملية العسكرية، لكن ما هي طبيعة هذا الرد الروسي لا أحد يعلم. هذه المعلومات تعلنها فقط وزارة الدفاع الروسية نظرا إلى أنها الجهة المخولة بإعلان المعلومات العسكرية، لكن الخبراء يشيرون إلى أن التصعيد قادم أمام القوات الروسية، عدد كبير من الأهداف في حال تم استهدافها سيكون تأثيرها مؤلم جدا على الجانب الأوكراني وأيضا على الجانب الغربي الذي يقف وراء القوات الأوكرانية، وتحديدا هنا حسب الخبراء الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أسابيع كان هناك اتصال هاتف في هشام بين الوزير لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، وتم الحديث حول السجناء الأمريكيين الذين كانوا يقاتلوا إلى جانب الجيش الأوكراني في لوغانسك وفي دانيتسك. الآن هؤلاء السجناء الأسرى هم موجودين في السجون لدى سلطات دانيتسك، بالتأكيد في حال استخدمت القوات الروسية أي خطوة تجاه هذه زميلنا حسين مشيك سيكون الرد مؤلم على الولايات المتحدة. بالتأكيد سنتابع معك مزيد من التفاصيل دوما على مدار الساعة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من موسكو زميلنا حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. ونتابع معكم أيضا مشاهدينا، ما زالت التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة بعد مرور 6 أشهر اليوم. بالتأكيد أيضا هنالك موجة غير مسبوقة من التضخم وأزمة غذاء وطاقة تواجه دول العالم. في هذا السياق حضرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني من انكماش الاقتصاد الفرنسي خلال أغسطس الجاري، في ظل أن أوروبا بأكملها على شفا الركود. وأضافت أو أشارت الوكالة إلى أن الانخفاض في النشاط العام يرجع بشكل رئيسي إلى الضعف العام في الطلب، نتيجة لذلك تباطأ نمو التوظيف، مما يعكس أيضا مزيدا من التراجع في الثقة. ومنوهة بأن هنالك انكماشا في النمو يلوح في الأفق لأوروبا بأكملها في الربع الثالث من العام الجاري مع احتمال ارتفاع الركود. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من مارسيليا زميلنا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا. أهلا بك معنا، وبداية نتحدث عن تحذيرات هامة أطلقتها وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني من انكماش الاقتصاد الفرنسي خلال أغسطس الجاري. تحياتي هشام ليك ولكل السادة المشاهدين. هذا التقرير الذي حذر من انكماش الاقتصاد الفرنسي في نهاية هذا الشهر يظهر هذه يعني علامات الوجوم التي كانت على وجه الرئيس الفرنسي صباح هذا اليوم عندما تحدث في بداية الاجتماع الخاص للحكومة الفرنسية بقصر الإليزي، ومؤكدا للحكومة وللفرنسيين على أهمية دفع ثمن الحرية على حد قوله. انكماش الاقتصاد الفرنسي والركود التضخمي، وكما أكدت جريدة لفيجارو أن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية يواجهون خريف كل المخاطر، وتأتي على قمة هذه المخاطر هي المخاطر الاقتصادية هشام، وهذا قد ظهر جليا بعد انتهاء الاجتماع من خلال تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية حكومة إليزابيث بورن أوليفييه فيران، عندما تحدث على أن على الفرنسيين الاستعداد لفواتير غاز أكثر مرتين
في أول أكتوبر عن أكتوبر 2021. تراهن الحكومة الفرنسية على تغيير الفرنسيين لطرق حياتهم أو نمط حياتهم كما كان الوضع يبان كورونا. وطبعا هشام هذه ليست مؤشرات، يعني بالرغم من تأكيدات الحكومة الفرنسية بأن فرنسا هي الأقل في نسبة التضخم، إلا أن جميع التقارير بتؤكد على أننا أمام خريف صعب وأيضا شتاء صعب للغاية. يعني نحن تحدثنا صحيح، وضح زميلنا خالد شقير، نحن تحدثنا عن الأزمة الاقتصادية والانكماش الاقتصادي التي تحذر منه ستاندرد اند بورز، ولكن أيضا نتحدث عن تطورات الحرائق والجفاف والتحذيرات الجديدة من هيئة الأرصاد الفرنسية. الحقيقة هشام، كريستوف بيشو وهو وزير الطاقة الفرنسي أو التغير البيئي عفوا، وزير التغير البيئي، تحدث عن أهمية ترشيد الطاقة وتقنين المياه وبصفة خاصة بعد الحرائق التي شهدتها بعض من المناطق الفرنسية. كان هناك هشام حرائق أيضا شهدتها بالأمس هذه المنطقة، حيث أحدثك منطقة بوش درون وأيضا منطقة قلب ماريتيم راح ضحيتها 117 هكتار من الحرائق، ولكن تم السيطرة عليها. وهذا جاء بعد تصريح من هيئة الأحوال الجوية الفرنسية، والتي أكدت على أن انحصار يعني الرياح الشديدة هو الذي ساعد الطائرات المروحية وكندير لإطفاء هذه الحرائق، والتي فشلت قوات الإنقاذ وقوات المطاف الفرنسية من الوصول إليها لأنها في مناطق جبلية بجبال الألب. إذن نحن أمام أجواء أيضا احترازية من قبل هيئة الأرصاد الجوية لبعض المناطق في جنوب غرب فرنسا بسقوط بعض من الأمطار الرعدية وسط أرض جافة، مما يؤثر على حدوث بعض من الفيضانات في بعض المدن. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية كبار السن من توخي الحذر وعدم الخروج في هذه الفترات. زميلنا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز في فرنسا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، وبالتأكيد سنتابع معك كل التطورات دائما. شكرا لك. شكرا جزيلا لكل حضراتكم مشاهدي إكسترا نيوز على متابعتكم لنا في جولة مراسلي إكسترا نيوز. شكرا جزيلا لكم، وانتظرونا دائما على مدار الساعة. إلى اللقاء.